عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد. إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد مساكم. بداية خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا الحلقة هاي سريعة جدا. ليش؟ لأنه يا أخوان أنا أصلا المفروض اليوم ما أصورش حلقة على السطح، تمام؟ ولكن قلت بما إني أنا يومي انشطب ومش راح أقدر أصور حلقة على السطح كاملة، فصورنا لكم اصلا جزئيه من خروف العيد اللي اشتريناه زي ما قراته بعنوان الفيديو. طبعا يا اخوان الحمد لله جبنا خروف، ان شاء الله راح نضحيه على خير ان شاء الله. طبعا اسعار الحلال يعني ظلت ثابته من اخر فيديو صورته. اللي ما شاف الفيديو اللي صورته باسعار الاضاحي يرجع يحضره يا اخوان، قبل 3 ايام نزلنا فيديو جميل جدا مميز حلو وبنعلم الناس. طيب انا شو بدي اعمل اليوم بما انه احنا يومنا تقريبا انه انشطب، راح ننزل حلقة حلوة اللي هي ايش؟ بما انه عليك والدنيا عياد، راح شو نعمل يا اخوان؟ نرجع هذا هيك لورا وراح يا كبير ندهن الشمعة. عندنا هاي شمعة وعندي هاي شمعة وراي. راح ادهنهم حتى ايش؟ نبلش ننسق بعض الالوان لبعض، تمام؟ هسه انا بفكر ادهنها ولكن مش عارف الصراحة اذا راح تطلع منيحة ولا لا، راح تطلع كويسة ولا لا، راح تغلبني ولا لا، طبعا راح تغلبني. ما بعرف، بس بناء عليه راح اقرر امتى بعد ما نطعم الجواز. ظل معنا مجال راح نعملها، ما ظلش معنا مجال نسوي شغلات ثانيه. طبعا اليوم يا اخوان شو راح اعمل؟ نقلب الكاميرا. هذا الزاج البلجيكي امبارح شرد من عندي، هذا الطير راح يروح لصاحبه، بس لقيته الصبح مروح لي، قلنا يلا مش مشكله. هذا البلجيكي اللي روح يلي اخذناه كبير اذا بتتذكروا، يلي اخوه شرد من عندي. طبعا هذا الفحل اليوم ان شاء الله راح نطلع مع طيرته ونكشوا عليها، نحاول معه، مع انه الطير انا اخذته اصلا مش طير حمام، ولكن بما انه ما اخذ الطيره ان شاء الله راح نشتغل عليه. طبعا يا اخوان في حركه لازم ندير بالنا منها، اللي هي انه الطير اول شيء مش طير حمام، وثاني شيء هذا ثاني يوم له عندنا. ثاني يوم فعليا انا جبته اول امبارح بالليل، اليوم بدي اطيره، تمام؟ ما بعرف يطير يقع يقعد ما بندري، بس عشان اقدر اتحكم فيه انا راح اطلعه مع 4-5 حمامات، يعني بالكثير 10 حمامات راح اطلعه معهم عشان يظل عينه على الطيرة، عشان الطيرة ما تضيعش بين الحمام ويفقدها ويصير يدور عليها وبده يشرد. ولكن انا ايش راح اعمل؟ حركة حلوة زي ما قلت لكم، راح اطلعه مع 4-5-6-10 حمامات عشان يضلوا عينه على الطيرة، تمام؟ طبعا عندنا هنا الجواز يا اخوان، هي فعليا الجواز انا مكثر لها على امبارح طعميتها، فعشان هيك يا اخوان احنا راح نفوت بس ايش؟ ننظف نكنس عندها، تمام؟ ونفرجيكم صحيح طيرين جبناهم جديد امبارح من على المزاد، يعني انا اسف سوري ما فرجيتكم اياهم. طيب ليش ما فرجيتنا اياهم ابو يوسف؟ لان انا اصلا ناسيهم، قسما بالله ان انا ناسيهم. امبارح كنا على لايف، صار زي استفتاء شو بتحبوا نجيب حمام وهيك، واحنا رايحين على القهوه، فالناس عملت يعني زي ما بيحكوها اخذنا راي الشباب في موضوع ايش نجيب، فجبنا طير على اساس انه رايحين نجيب طير، فجبنا طيرين، تمام؟ هاي هي الشغله، يعني شغله منيحه وحلوه، بدل ما نجيب طير جبنا طيرين. طيب خلينا نفرجيكم اول طير. اقعد يا كبير ما شاء الله صلاة النبي. طبعا هذا المفروض احطه على طيره على طول هسه عشان نبلش نكش فيه بالعيد نتسلى فيه، ولكن ايش يا اخوان ما فيش عندي طيره زايفه صح انها تقعده، والطيره اللي زايفه صح ومنيحه يعني بتشتغل عليه صح بتزبط معه، هسه نازحها على فحل، فبالحاله هاي راح نخليه شويه هاني يلعب على السطح يتدلى علينا ونتدلى عليه مش مشكلة. وهو يا اخوان طلع صلاة النبي جلب كراكطة شبه اللي عندي، شبه اللي عندي، اللي انا عندي 5 وهذا سادسهم، عندي واحد اقل منهم بشوية صراحة مش حابه انا، بس بدي اعطيه فرصة لا يعني البروك، بعد ما يخلص بروك ببين معي اذا راح اخليه على السطح ولا مش راح اخليه على السطح، لانه فعليا انا جبته مش مقتنع فيه صراحة، يعني جبته مش مقتنع فيه، جبت معاه واحد احلى منه، اللي احلى منه ضاع واللي مش مقتنع فيه طار واموره تمام وخالطت فيه وزي الحلاوه الطير. فيعني مش سبحان الله اذا الشغله اللي بتحبها ما بتضلش عندك، تمام؟ فهذا الطير يا اخوان جبناه جلب كراكطه، طير جميل حلو مميز خشن لونه جميل شبه الاربعه اللي عندي، يعني طقم بتميزهنش على بعض الحمد لله، حبات حلوه، بس الطير شوي هذا اخواننا بدي اصبر عليه عشان اكشه، لانه انا قلت لكم في عندنا طير بدنا نطلعه نكشه، بعديها لسه في عندنا هذا وفي طير ثاني بدي افرجيكم اياه. تعال ما شاء الله عليك ماكل 9 كيلو كاس سنة. مخلص كاس سنة ما شاء الله عليه.
تمام. الجل فاضل من تنقاكي انا نقيته لاني انا كنت حابه من زمان او شفته، مش من زمان، شفته قبل بيومين عندهم وكنت بدي اشتريه بس اجلت الموضوع. تمام، اجاني تليفون. فاللي اجى حسب طلب الجمهور اللي هو الشخشل الاحمر هذا الجميل الحلو مميز من العالم والناس الراقي المؤدب. شوفوا صلاة النبي ما شاء الله، شوفوا هالجمال، شوف هالجمال يا غالي، طلع ما شاء الله طير اتربى. عندي واحد الاصفر اللي انا اشتريته احلى منه صراحه. انا سبحان الله، انا هيك كتقييم سبحان الله كل حلو فيه احلى منه. تمام، ولكن لو بدك تقيم هسه بقول لك ليش حلو. تمام، هسه بقول لك ليش هذاك احلى. تمام، طلعوا. طبعا هذاك انا جبته بمبلغ يعني مش مبلغ قليل اللي بالك فيه. تمام، هذا كمان جبناه بمبلغ محترم، بس ايش الفكره انه مهما كان هذا غالي هذاك اغلى منه. ليش؟ هسه بقول لك. هسه بنسبه 60% خلينا نحكي بنسبه 60% اي شخشلي احمر حلو ومرتب وجميل لازم يجي لك فيه زنار. ليش ما بعرف ليش. تمام، ولكن بيجي لك فيه البهات اللون ها، شايفين الزنار هذا البياض فيه بيجي لك فيه. ممكن يكون عيبه لبعض الناس، ممكن يكون لبعض الناس عادي مش اشكال، لانه اصلا اغلبيه الشخاشل الحمر بيكونوا هيك والصفر. تمام، او بدناش نحكي اغلبيتهم يعني نسبه بسيطه منهم، فصعب انك تلاقي، صعب انك تلاقي شخشلي صافي صح ما فيش فيه زنار، ما فيش الزنار هذا ما في. يعني صعب انك تلاقي شخشلي احمر او اصفر، ركز بس احمر واصفر ما فيش فيه زنار، لازم يكون غامق شوي فاتح شوي او يكون اغمق اكثر، بس الصحيح لازم يكون جناحه اصلا احمر سك. فهاي سيئته. ميزاته الطير ناعم كثير، طبع حلوة، غرطه حلوة، الطير جميل مميز من عالم وناس، سرويلته حلوة، جميل الصراحة وحبيته أنا. تمام، الطير أنا حبيته الصراحة. طبعا في منهم بيجي زنار كمان، زنار بديله، بس هذا ما فيه زنار بينه. لو بدنا نقارن هذا في الأصفر الثاني خليني أفرجيك وياه. طبعا هذا الأصفر الثاني اللي أنا اشتريته من السوق، طبعا تقريبا لو بدك تحكي هو وياه نفس القطعة نفس الحجم نفس الحجم. شوف ما شاء الله، بس خليني اشرح لكم عليه بعدين بفرجيكم اياه انه نفس الحجم. طلعوا ما شاء الله زنار ما في. تمام، هاي تعتبر تميش صغيره، مش هالشيء يعني. تمام، شايفين اموره تمام، ذيله مش فيه زنار، لطش ظهره، حتى لطش ظهره يدوب ولا ما فيش اصلا لطع الظهر عادي يعني مش عيب اصلا. طلع الطير صلاة النبي حلو مميز. الطيرين بنفس الحجم حلوات، بنفس الشكل حلوات. يعني مخ ما بنقدر نحكم على المخ، مخ الشخشل هو الشخشل بشكل عام قوي، بس اسود وازرق انا جربتهم يعني بتوقع مخهم اقوى من الاحمر والاصفر. مميزات حلوات الشخاشله، الحلو فيهم هذول انهم جايات حبه ناعمه ناعمه بسيطه، مش حبه كبيره. خلينا نشوف هذا، شوف يا غالي، شوف ما شاء الله صراحه نفس القطعه نفس الحجم. طبعا فحلين هذول مش فحل وطيره، عشان ما حدش يحكي انت جايب طيره على الفحل، ليش؟ لا هذول فحل فحلين سوري يعني ذكرين، هذول طيور كش ان شاء الله راح نكشهم بخشت المتابعين. بلشنا نجيب لكم شغلات حلوه وقصات مرتبه وإشي ابن عالم وناس بيختلفش عليه اثنين، حبتين ما شاء الله عليهم حلوات. بس تفرج على الكاميرا يا زلمه، بس ماكل نص كيلو خلطه ما شاء الله عليك، كرسلنا نص كيلو كرسلنا ماكل، شايفين يا اخوان ما شاء الله. ايوه، فالفكره في الموضوع يا اخوان انه احنا حابين نحلي، بلشنا نحلي بخشه او نظبط بخشه للمتابعين، بس يعني من اختيار المتابعين. زائد انه انتم طلبتوا مني شخشله، جبنا اصفر وحبيت اجيب احمر. تمام، وطلبتوا منا طلبتوا منا بالونيات، جبنا واحد وضيعناه وردينا جبنا واحد اسود، والله يعوضنا باللي بروح علينا. المهم في واحد برن علي جنني، بدي ارد عليه وارجع لكم. اخوان بالنسبه لموضوع تنظيف اليوم والشغلات هاي بلاها بنصورها بكره ان شاء الله. ها
هذا اول شيء. ثاني شيء ايش بدنا عشان ايش نطلع الحمام ونجرب نفلت هذا نشتغل معاه هذا نشوف شو راح يصير معنا. افتح البواز لحالهن، في طيرين طلع معي بالغلط، الكشميري هذا طلع معي بالغلط وانا باخذ الشخشلي، وهذا من اول مره طلع البواز ونشوف. لازم ناخذ مجهودها نشاطها، ناخذ نشاطها عشان يا اخوان هاي الحمام اذا فزت في الطير الجديد واخذته سلامتك اعتبره ضاع، فلازم ناخذ نشاط. عشان يا اخوان مش ضايل وقت بالفيديو كثير، عشان مش ضايل وقت بالفيديو كثير لان انا مصور تقريبا 11 دقيقه واحنا بنجيب الخروف، فراح نوقف عبال ما تتعب الحمام منيح ونطلع الطير ونفرجيكم شو راح نعمل معه. خليكم معنا. طبعا يا اخوان راح نفتح على الطير هسه. نزلت الحمام. تعي تعي. تعي تعي تعي. لازم يطلع براحته ويشوف الطيره وينها ينزل عندها. طلعته غصبت عنه مشكلة. طبعا الطير هيك وضعه شوية بقلق لأنه الطيرة قدامه ومش نازل عندها. شوفوا المفروض يهوج عليها هسه. المفروض يهوج على الطيرة يلحقها يهوج عليها المفروض. لازم يعمل هيك، إذا ما عملش هيك مشكلة. هاي لحقها كويس. بدنا نشوف. ايوه هوج عليها شاطر خلاص كويس. طبعا الطيره مش معبريته بشلن ولكن مش مشكله، اهم شيء انه هو لاحقها. مش لازم يعني انها تقول له حبيبي قلبي عمري تسلم عليه مبا واسوي هيك، مش لازم. تع تع يخوف الطير. بس صرنا مطلعينه ومطلعينه ونحن نعشق المغامره، صار له يومين عندي بس. حلو، بداية حلوة. طبعا الزلمة بيقول لي أنا ما بعرف إذا طير حمام أو طير أو طير مش طير حمام. فأنا يا إخوان أخذته الطير مغامرة، إذا طير حمام هيني كشيته، إذا مش طير حمام هيني زقيته. بس أنا ناوي معه إنه أخليه إني أكشه. يعني أنا ناوي إني أكشه. تمام؟ ندوقه حبة علف زي هيك. فينا راح نضيع الحلقة عليه بس مش مشكلة، هيني قاعد بعلمكم. له يومين، أنا أخذته أول إمبارح بالليل. هي نزلت الطيرة، حلو، لازم يشوفها، شوفها هوج عليها شوي. هاي طلع مشيته مشي التهويج، مشيته مشيت واحد شايف طيرته، شايفين مشيته مشي الطير شايف طيرته. حلو كثير. وين؟ اوعى بفز، اوعى يا رب يفوت عقنه. يسعد دينك، كفو عليك، الحقيه بالله عليك الحقيه. بتعرفوا اذا بتلحقوا يا اخوان خلص الطير هذا زبط عندي على السطح، اموره لوز. عرف قنه، عارف من وين طلع. شفتوا كيف؟ انا هذا اللي بقول لكم اياه، انك تضمنه انه يطلع براحته من مكانه، هيك امورك تمام 100%. اما اذا طلعته غصبت عنه لا هيك ما بصير. شفتوا وين فز؟ تعي فز عقنه، عارف انه هذا قنه. هسه لو طيرته بس تفوت جوا بلحقها. يلا انزل. تعي 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 تعي. طبعا انا غلطت امبارح شبعته بس مش مشكله. شوف شو بعمل. لازم يهوج على الطياره. طبعا شوف كيف انا مش مستعجل عليه ولا نقزته ولا اي شيء. طلع عينه وين؟ عقنه. لو اقدر امسك الطيره بس احطها في القن شوفوا شو راح يعمل. بس انا ممكن اعمل حركه حلوه فيه، بدي اروح اجيب طيره من هناك واحطها في قنه اشوف شو راح يعمل. ممكن يفز يطلعها يضربها يهوج عليها زي ما انتم شايفين. هي هون قاعد بهوج، عارف وين طيرته. خليني اجيب طيره من هناك ونجرب. جبنا طيره هي زي ما انتم شايفين. طبعا مش شرط اني اطيره اليوم يا اخوان، انا بس بفرجيكم شو بعمل معاه اول يوم. هسه زدت لها علف جوا بلكي شافها. اذا شافها بالقن المفروض انه يفكرها فحل او شيء ويفز على القن يضربها ويطلعها. المفروض يعمل هيك. خلينا نشوف.
هو لسه مش شايف لانه طيرته هديك طاشه. تعي 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 تعي. ايوه اضرب عينك هسه عقين. اضرب عينك على الجن، بطل شوف الجن هسه. ولو شوف الجن، لو يشوف الجن فعليا يلاقي فيه طير غريب المفروض يطير عليه ويطرده. او يهوج فوق الجن اقل شيء ممكن يعمله. هاي شاف شاف شوف 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 يا كبير وتعلم. شوف يا كبير وتعلم. هيك انا خليته يغار على جنه، طردها. كفو عليك كفو عليك. تعرف شو بيكمل؟ لو الطيرة هسه تفوت له، لو تفوت له الطيرة بكمل الفيلم يا كبير. هيا الطيرة، لو تفوت له الطيرة بكمل الفيلم وتضمن الطير قاعد إن شاء الله. شوف بهوج هيو بنادي. بس الطيرة يا معلم انسى، هي فارقة معها. هاي أصلا متجوزة 20 فحل عندي على السطح. لو أفتح لكم على الخش هديك يا حبيبي، شوف الفحول شو راح تعمل فيها. خليني أفتح لكم. يلا مش عارف أنا قديش صار بالفيديو، بس يلا مش مشكلة. شايفين يا اخوان البشاير فز الطير. طبعا يا اخوان انا مش عارف قديش ضل بالحركه، بدي اشوف قديش ضل لنا وقت في الحلقه وبعديها ايش برد لكم خبر وبنكمل. اخوان زي ما انتم شايفين الحمام طايره، الطير في امل من انه ينكرش يطير. طير نشيط صحته منيحه، بس لسه ما طيرته. انا بطلعه بنزله على الرخصه زي ما انتم شايفين. تعي 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 تعي. شوفوا حينزل هيو. تعي 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 تعي. اليوم بس إله اطلع وانزل على الرفصة، بس اليوم ما في لك كش. تمام تعي تعي. طيرت قدامه الحمام وبس. تعي انزله على الأرض هسه ويطلع مرة ثانية. تعي 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 تعي. يلا انزل يا كثير. كفو عليك. شوفوا صلاة النبي، الطير جميل جدا مميز ابن عالم وناس. طب اخوان هيك احنا طولنا بالحلقة كثير، ما بعرف طولنا كثير، ولكن احنا مضطرين نسكر الحلقة اليوم نختمها عشان نلحق نمنتج لكم اياها وننزل لكم اياها وامور طرد عنا. فكروناش انه احنا مرتاحين وبنتعبش، والله بتعب عشان اطلع لكم فيديو زي العالم اقسم بالله. على المهم حبايبي كل عام وانتم بخير، يسعد مساكم جميعا. راح نترككم في مع فقرة اشتراء يوم ما اشترينا الخروف، يعني جولة حلوة كثير مميزة راح يروح نص عمرك اذا ما حضرتها. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير والسلام عليكم. تنسوناش باللايك والاشتراك. السلام عليكم، سعد مساكم اخواني. طبعا احنا هينا رحنا نجيب خروف، ترينا خروف ما شاء الله 70 كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يبارك. 70 كيلو يا محمد، 70 كيلو. يا اخوان احفظوا شكل الزلمه هذا. طيب بص علي يا محمد، خطيتكم برقبتي والله العظيم ما قصر. طلعوا يا اخوان 70 كيلو خروف سن اللبن. سن لبن، شوف فرجيهم ما شاء الله 70 كيلو شبنا خروف ما شاء الله. احفظوا شكله قسما بالله يا اخوان. قلنا لكم احنا من زمان زمان بنشتري من عندهم، يعني الجماعه هدول، ومش اول مره بنشتري. الزلمه ما قصرش معنا، الله يخليك. الناس بالرعيه واي حد ينترف ابو يوسف على عيونه، الله يخليك. والله محمد زلمه محترم كثر الله خيره. هاي اخذنا احنا هذا في تعرف مكان سيارات، الله يخليك. تعرف مكان سياره ناخذه هيك؟ ماشي. اعطينا رقم تليفونك على الفيديو. 077 072 9 9 2 3 4 3 5 3. اخوان بدي وصي وزن على القبان، يرن عليه ويوصي. يا اخوان هيو طلعوا ما شاء الله صلاه النبي يا اخوان. 70 خروف فحل، خروف فحل. طلع يا اخوان امسك لي ظهره بالله. طلع طلع ظهره كيف. طلع يا اخوان صلاه، طلع في خاده مش راضي مش قادر اسكرهن عن جد، فعليا مش قادر اسكرها. خروف صلاة النبي نخر. يا بتجيب خروف زي هيك يا اما بلاش يا عم. ضحي 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 لعيدك ضحي. نقلني رقم تليفونك كمان مره يلا. 077 ايوه 9 ايوه 2 3 ايوه 4 3 ايوه 5 3 ايوه. يا اخوان اسمه محمد الشاب ان شاء الله. طلع ابو يوسف، طلعوا ما شاء الله. طلع اللحم خروف فحل مش مخسي، الصلاه على النبي ما شاء الله، الله يبارك. هاي رقم الزلمه يا اخوان، فعليا والله يا اخوان ما قصر معنا، يعني ما قصرش معنا عن جد عن جد. اقل من السوق
زائد الجماعة والله بده يبيع. مش أول مرة يعني مش أول مرة بنيجي نشتري من عندهم. ما حدا ما بنوقف مع حدا. يعني يا إخوان مش أول مرة أي واحد بيجي عندهم بقصروش معه. عندهم هان أوزان رهيبة. في ثمانينات هان. في أكثر من 70 كيلو هان جوا. طلعوا قبانه 80 كيلو يا إخوان. 70 كيلو. هاي القبانة مصفر يا شباب. هيك مصفر. طب كيف 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 السبعين كيف بدي أعرف على السبعين؟ هاي السبعين. هاي هاي كل هاي هاي واحدة. هذا المية. هاي السبعين. هاي قبانكم يا شباب. هاي الشحطة هيك 10 كيلو. أيوة. كل شحطة هيك كيلو. هاي أهم شيء قبان عندكم هذا. حلو. قبان يا شباب. الله يبارك. طبعا هاي إخوان عندهم هانا. هاي زكريا. نعطيه قناة ثانية يا إخوان. يصير يعمل عليها لايفات. عندهم هاني اخوان ما شاء الله. هاي تبعنا. انا شايف انه هذا اكبر واحد فيهم. هاي خروفنا يا اخوان. في ادقل. اعطيني شيء ورجيني شيء ادقل. عندي ايدك. هاي ايوه الماسك. لا يا زلمه لا ايوه الماسك اللي عند المجرى. طلع ما شاء الله. صلاه النبي ما شاء الله ما شاء الله. اخوان اوزان ثقيله يعني والجماعه ما بقصروش. واسمعوا موقعه وين موقعك تفصيلي؟ بعد جسر شارع الستين بعد جسر المدينة الصناعية بعد جسر المدينة الصناعية قبل إشارة المناشير. طلعوا يا إخوان طلعوا وين هنا تبع الطبالي هذا. والله يا إخوان ما قصروا. شايفين تبع الطبالي هذا مناسبة جدا. أنا ليش بقولكم يا إخوان إحنا لقينا بثلاث لرات وتسعين وثلاث لرات وثمانين وثلاث لرات بخمس وخمسة وثمانين وثلاث لرات وخمسة وتسعين ولقينا بأربع لرات. هاي شايفين تبع الطبالي. بس تطلع من جسر سحاب بلاقيك كم من واحد ببيع حلال سيبك منه. تمام. يلا تعال خلي أوصفهم بس المحل المكان. هاي أوزانه قديش؟ هاي قديش الحبة منها؟ فوق ال 40 كيلو. حلو. حبيتها 175 اللي بده اياه يضحك. 175 فحل مش عبور. حلو حلو. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك. تمام يا اخوان تطلع بعد جسر سحاب زي ما انتم شايفين. ما شاء الله هذا كبير ثقيل والله. هذا يا اخوان اسمع تعال اقول لك. هات لي هذاك يا اخوان. هيو طلع بدي اخليه يعلم لكم اياه. اللي بده يضحي يجي ياخذه. يحكي ابو يوسف علم واحد. وهذا هذا امسك لي هذا. هذا ثقيل يا مالك شايفه. هذا 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 تعال محمد. هذا هذا هات لي اياه. كله ثقيل. هذا ثقيل صح. هات لي اياه. اعطيني الهذا يا اخوان. هاي انا بدي اعلم هذا. خطيتكم برقبتي. اللي بده يجي يشتري قديش حق الحبه هان؟ 175. بدي اعلم هذا. اللي بده يجي من طرفي ياخذ هذا. هاي عليه اكس يا اخوان. والله ثقيل هذا. هيو عليه اكس يا اخوان. احكي ابو يوسف علمه. حروف فحل مش عبور. احكي ابو يوسف علمه يا اخوان. هيو عليه اكس من فوق. هذا يا اخوان اللي بيجي ياخذ خطيتك برقبته تاخذه. ما شاء الله. شوف ما شاء الله صراحه النار. في واحد عالي هون هسه شفته. واحد عالي. لا مايكي تمام. 75. ما شاء الله والله فيها اوزان ثقيله. ما شاء الله. الله يبارك. قديش لو بدك تاخذ اثنين قديش بيطلع الاثنين؟ 350. 350 الاثنين. حق خروف حق خروف. هاي والله يا اخوان سن حليب. سن حليب يعني ولد صغير مخلف يعني على الصماي. اخوان هذا هذا اللي علمته باكس. خطيتكم برقبتي. اللي بده يجي من طرفي يدور على الخروف اللي عليه اكس. هذا اعلم لكم اكم من واحد. تعال تعال هات لي واحد كمان. استنى محمد هات لي هذا اللي بالنص. وين راح؟ الله ضيعته. هاي 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 محمد هات لي واحد ثقيل. تعال يا اخوان. هاي هذا كمان بدي اعلمكم اياه. امسك شوي بالله. امسك تفته. شوف علم يا ابو يوسف. ما شاء الله صلاة النبي. هذا يا اخوان بدي يجي من طرفي ياخذه كمان. هاي قاعد بعلم لكم عشان ايش؟ عشان تعرفوا حالكم انه ايش؟ هذا ايش انا علمته. خطيتك برقبتي اخذه. هاي علمت لكم اثنين. يلا يعطيك العافيه محمد. في هان شغلات. هاي بلدي يا اخوان. هاي بلدي صح؟ حلو ما شاء الله. الله يبارك. بلديات عبر يا اخوان. ايش مرتب محترم ابن عالم وناس. اغلى هناك تفرق معك.
30 كلهم وخمسة ما شاء الله. الله يبارك. 170 ليرة بلدي. يلا روح. 170 ليرة بلدي ما شاء الله. كل لحم وفوق ما شاء الله ما شاء الله. صلاة النبي ما شاء الله. هذا بلدي هذا؟ هذا صغير مبين صح؟ روماني. هذا قديش هذا معهم هذا؟ الله يبارك الله يبارك. يلا يا اخوان اخوان خلصناها الحلقة عند محمد. مش عارف شو بدي اشوف. شو مالك بدك؟ مش عارف مالك ايش بفكر. خليكم معنا. ها محمد هان ايش فيه هان محمد؟ هاي عندي بلدي هان. بلدي قديش الحبة هان؟ في خروف بلدي قطع. لا لا حيل عاد 200 لحد قديش؟ لحد 240 ما شاء الله صلاة النبي. وعبر ب 175 الله يبارك الله يبارك. ما شاء الله. طبعا احنا يا اخوان جبنا تقريبا من اثقل الاوزان في روماني. اثقل اثقل من اللي جوا ولا اثقل من هناك؟ اثقل من اللي برا. هاي في جميع الاوزان ما شاء الله صلاة النبي. هات هذا هات هذا يا محمد. 185 مش 200 والله. هات 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 علموا هات نعلموا للشباب. 185 ولا هذا ثقيل يا اخوان. بدي اعلم لكم هذا اللي جنبه كمان اللي جنبه اللي جنبه. هاتوا هاتوا يا محمد هذا هذا. لا 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 سيبك من هذا. هيو 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 ايوه ايوه ده ايوه هاتوا. ما شاء الله صلاة النبي. لا لا اعطيني اياه بدي اعلمه. بدي اعلمه للمتابعين. حيجي لك ناس ياخذ المعلمه على راسنا من فوق. هذا بيوصل زي السمك يا شباب. طلع يا اخوان هذا يا اخوان. اي شيء عليه اكس يا اخوان. نخب نخب عن جد. هات علمك. هات 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 يا اخوان. تعال عليه كله اللي علمه ابو يوسف بدي اياه وما عليك في البلد. ما شاء الله عليه. طلع على 50 كيلو. طلع على لين. خطيتك برقبتي اذا ما بتاخذ هذا. اسمع استنك تضحك في اللبن. طلع صلاة النبي عن جد اشي فخم ما شاء الله ما شاء الله. هات لك كمان واحدة نخب. كله ما شاء الله عليه. بس بدنا نعلم لناس يعني ممكن يجيك ناس ياخذ. كلهم دول ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان. بدي بيع ما شاء الله. انا اول يوم بدي بيع 220 فوق والله العظيم 220 ما بنوقف مع حدا. اول يوم اجيت فيها قلت لكم يا اخوان جماعه هذول بدي بيعوا بدي استرزق. انا اعرفهم. خلينا نسلم على علي. هي 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 عبد الله عبد الله ما شاء الله عليهم يعني ما قصروا معنا والله ما قصروا. طلع 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 ما شاء الله. خذ محمود الله يعطيك العافيه والله يرزقك يا اخوان. عيد رقم تليفونك مره ثانيه وعلي 0779 3 4 3 5 3 محمد. حيجي لك ناس يقول لك بدي الخرفان يعلمها ابو يوسف تعطيه وتظبطه. ناس ابو يوسف يا اخوان الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. هيك يكون وصلنا لهذا الفيديو. علم بعض الناس على كل الاردن. كل عام وانتم بخير وانت بالصحه والسلامه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان. فيديو مرتب اليوم احلى من الفيديو صورناه هذيك المره. هسه ايش يا اخوان؟ بعت لك الرابط ان شاء الله. بس بعت لي قول لي بعت لي رابط الفيديو. اشترك في القناة؟ تمام. طبعا يا اخوان الله يخليك يا رب. تمام. طبعا يا اخوان هسه بدنا نروح بدنا نجيب سيارة او نحاول نحمل السيارة مش عارف. نرجع عشان ناخذ ايش نخوف. تمام. خليكم معنا. تعال حجي علي. عامل ايه حجي علي؟ منين؟ من مصر؟ من السويس. من السويس؟ قريب علينا. بتعرف المناشي؟ بعرف يا عم علي. بتعرف وردان؟ وردان ابو غانم. وراكم انتم ورا. انا كنت هناك قبل شهر. من شو اسمه من بني سويف. قريب بني سويف قريب عليه. انا اخو عبد الله. حياك الله يا حبيبي. يلا اخوان نرجع لكم. هسه بنرجع بدنا نجيب سياره عشان ناخذ الخروف. يلا سلام عليكم. بدك عرفان؟